هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ هيدا فيديو حبيت أنا أعبر فيه عن الأحداث يلي صارت بلبنان، وقبل ما أعبر بطريقتي عن الأحداث يلي صارت بلبنان بحب أتشكر كل حدا سأل عني واتساب أو إنستغرام أو بعت لي يسأل عن أهلي أو اليوتيوبر رفقاتي يلي حكوني. بحب أشكركم كتير 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 على كل الكلام الحلو يلي قلتولي إياه وعلى كل المعنويات يلي أعطيتوني إياها، وبحب أقول الله يرحم الشهداء والله يرجع كل حدا مفقود يلي بيعرف إنه نحنا من بيروت وأنا من بيروت وعائلتي ببيروت، والحمد لله إنه أضرار مادية عندي حدا من العيلة كمان مفقود بعد ما ملاقينه. سو هيدا اللي صار ببيروت يعني أثر مش بس على اللبنانية اللي بلبنان، اللبنانية المغتربين لا قادرين نروح نساعد ببيروت وننزل نساعد نشوف شو بدنا نعمل، ولا قادرين قاعدين على التلفزيونات عم نحضر هالأخبار من محطة لمحطة لمحطة، من إنستغرام لفيسبوك، حيالله معلومات نعرف فيها عن شي. حياة الاغتراب كتير صعبة، خصوصي إذا صار في شي مشكلة كبيرة ببلدكن، بتحسوا حالكن عاجزين ما قادرين تعملوا ولا شي قدامها، ما قادرين غير إنكن تعيشوا بالحياة الافتراضية معهم، ما قادرين غير انكم تدعمون. لو ياريت يعني ياريت ياريت والله كنت معهم تحت بس لأقدر ساعدهم لو بالتكنيس الأراضي اللي عم بيكنسوها. وهلأ أنا حبيت بهيدا الفيديو لأني ما كتير بعرف عبر عن شو بقلب راسي غير بهيدي الطريقة، هيدي الطريقة الوحيدة يلي أنا دايما كنت عبر فيها، ومثل ما بتعرفوا شفتوني بالثورة عبرت بنفس الطريقة. كل شي بحب عبر عنه بحب عبر عنه بالرسم، بحسه بعبر عن حالي بس ارسم طلع كل اللي جوا. يعني حبيت بهيدا الفيديو اني ارسم صورة تعبر عني وعن نفسي وعن اللي بقلبي، وبحب أقول تحية لبيروت من الكويت ومن شعب الكويت يلي وقف حد بيروت ودايما واقف حد بيروت، وحأترككم تتفرجوا على الصورة.